مؤخر إسرائيل تتحدث في الآونة الأخيرة بشكل واسع عن النفوذ الإيراني وعن محاولة إيران فتح جبهة جنوبية في الميدان السوري. لكن ربما دعنا نقول قاسم سليماني القيادي البارز في المنطقة يتحدث مع الجهاد الإسلامي مع حماس، وربما النفوذ الإيراني ليس فقط في جنوب سوريا إنما في قطاع غزة. نشوف شو صار. هنية بحب التليفون مع روحاني، هذا الجهة السياسية، والجهة العسكرية وعلى الميدانية قاسم سليماني بيحكي مع كتائب القسام ومع سرايا القدس. يعني نحن شايفين انه ايران في عم تجرب انه تحاصر اسرائيل من جهه، من غزه، من الشمال للجنوب. بالشمال قاعدين عصائب اهل الحق وسرايا السلام، قاعدين على البوابه فاطمه، يعني تقريبا كيلومتر من المطله. بالجولان قاعدين 50 كيلو من الحدود الإسرائيلية، وبيجوز أقرب من هيك كمان الفاطميين وكل الجنود اللي جايبينهم من أفغانستان وباكستان وكذا. وبطلع بلاني بجنوب من غزاد، في لأني صار في تنسيق بين الإيرانيين وبين حماس، حركة حماس والمقاتلين الأجنحة العسكرية. وأنا شايف أنه هذا هو الهدف الأساسي تبع إيران، أنه هي تجيب القضية لانفجار بيناتنا وبين الفلسطينيين.